هالو إيفري وان حبايب قلبي. جريد 6 مكملين الريفيجن بتاعتنا عشان نوفمبر تيست. عندنا شكل كده متوقع لنوفمبر تيست هنجاوبه مع بعض. Choose the correct answer. I can iron my shirt. أنا أقدر أكوي قميصي. يبقى هنا أقول I can iron my shirt. نختار shirt. يلا. People space vegetables to make salad. Chop. الناس بيقطعوا الخضروات عشان يعملوا سلطة. He space a nap. He took a nap. هو أخذ غفوة. The actor my autograph. Good job. The actor signed my autograph. يعني الممثل وقع الأوتوغراف بتاعي. Hiba washed her hair by herself. غسلت شعرها بنفسها. I hardly ever wear a wig. أنا بالكاد بلبس إيه باروكة. Do you like coffee? No. Did you like coffee? No. I didn't. وسأل بديد يبقى yes I did or no I didn't. He space like to stay home. Bravo. He doesn't like to stay home. Sliced, chopped, helped, went. كلهم أفعال ماضي بس إيه went هي الوحيدة اللي ماضي irregular. عايزين بقى إيه ماضي ED بقى. Played. Good job. Played. Myself, herself, him, itself. Him. طلعنا him ونحط himself. Yesterday, sometimes, often, always. Yesterday, عشان دول adverbs of. Yes, the adverbs. دي ظروف التكرار. Sometimes, often, always. هنحط usually مس. ها احنا قلنا دول اسمهم adverbs of frequency اللي هم ظروف التكرار. Monday, February, Saturday, Friday. طلعنا February وهنحط مثلا Tuesday او Sunday. لازم نبدأ اليوم بحرف capital طبعا. Punctuation. How did Hiba go to Cairo? يبقى ال H بتاعت Hiba capital. وكمل جملتي عادي عشان ما تاخدش زيرو بقى عشان ما تحطليش البتاع الحروف وخلاص. هاو ديد هبة مش هموت يعني لو كتبت الجملة. هاو ديد هبة جو تو كايرو. طب انت تعرف السي كابيتال ولا لا منين؟ بص لا هقول لك اهو. هي لو كانت سمول بص كانت هتبقى عاملة ازاي. جو تو كايرو بتبقى قصاد ايه؟ ما بتبقاش قصاد اعلى واحد. اعلى واحد التي. اوكي؟ هنا لو كابيتال هتلاقيها فوق قصاده. فهمت؟ How did Hiba go to Cairo؟ طبعا ده question. يبقى اخر question mark. نعمل اللي بعدها. I visited. I دي في اي مكان في الجملة تبقى كابيتال. يبقى I visited my uncle on May. طبعا May شهر يبقى ايه الام كابيتال. وكده كده في فول ستوب هنحطها. انا زرت عمل ده. التست شكله لطيف وظريف وخفيف. تعال بقى نخش على مراجعه المعاصر ونبدا بالدور كده مع بعض من اول اياد. يا اياد. Is there a cinema near your house? No there isn't. There is a museum. M U S E U M museum. ها قدامك اهو. يلا. How much does it cost? C O S T. Yes. It's 20 pounds. قولي pounds يا مينا. P O U N D S. برافو. Does that include يا حمزة؟ Include. I N C L U D E include. Yes, good job. يا ستي هقول لك دي صفحة كام اهو. حاضر. 4 page 4. نكبر شوية.
عشان تشوف كويس. اهو هنا بقى همشي على الدور. محمد ابراهيم يلا. جرانبا علي is a chef in an Italian restaurant. برافو. طبخ في مطعم ايطالي. اتفضل يا اكرم. I'm going to have. دايما going to يجي بعدها verb infinitive في المصدر. يبقى I'm going to have سوف اتناول 2 bowls of chicken soup. يلا بينا. عاطف made the first ice cream cone. Who made the first ice cream cone؟ يعني مين اللي صنع أول قمعة ice cream؟ فارس. The first ice cream A opened in Baltimore in 1851. أول A فتح في بالتيمور. Factory أول مصنع opened in Baltimore فتح في مدينة بالتيمور الأمريكية. معاذ بسام. The restaurant space breakfast and lunch last week. Served. ليه اخترت served بقى؟ عشان كلمة ايه؟ last بتدل على الماضي. yes. اتفضل يا اياد. How space does an apple pie cost؟ طبعا برافو. How much does it cost؟ How much does an apple pie cost؟ نسأل عن السعر الثمن. It space 20 pounds to get to the in the museum. انا خلصت يا علي على فكرة. How احنا قلنا it 20 pounds. No. مينا number 7. It costs يتكلف 20 pounds 20 جنيه to get in the museum عشان تدخل المتحف. ايهم ice cream has a long history in the town. عند في تاريخ طويل للايس كريم. طويل للايس كريم في التاون. برافو. عمر. cost open include in. in كلهم verbs. عايزين verb. go. cost يتكلف و open يفتح و include يشمل. فروحة. in behind nice between. nice لان دول prepositions of place حروف جر للمكان. اديني واحد زيه. above. جميله يا فرق. يلا يا هانم. جنى. chicken turkey coffee rice. coffee yes عشان دي liquid سائل وهم food عايزين food بقى. spaghetti okay. spaghetti. يلا بينا next. بسبوس. What, who, how, thank. Thank. هتحطي when عشان دي اسمها question words أو أدوات استفهام. برافو عليك يا بسمل. يلا بينا يا أسماء. Slice steak meatballs turkey. آخر كلام. Slice عشان دي معناه يقطع إلى شرائح. دي verb. steak and meatballs and turkey food. اديني food بقى. rice. جميل. مين تاني؟ يلا بينا يا رود. ice cream is a famous dessert. now there is an ice cream shop in every town. Nancy Johnson invented the first ice cream church. ice cream has a long has a lot of flavors. There are cherry, vanilla, chocolate, and a lot more. You can buy ice cream at every grocery store. ده مين بقى؟ دي رودي. برافو عليكي. نانسي جونسون invented the first ice cream churn. اخترعت أول ماكينة لصنع الآيس كريم. جوجو. There is an ice cream shop in every town. في محل آيس كريم. جميل. رماس. Where can you buy ice cream? اقول باي. I can buy ice cream at
every grocery store. اقدر اشتري ايس كريم من اي grocery store. برافو. اتفضلي يا امل. What are the ice cream flavors? برافو. They are, عشان هم جمع, cherry, vanilla, chocolate, and a lot more. وكتير كمان. And a lot more. برافو. يلا بينا رودي. Write an email to your friend Hisham to tell him about your trip. I'm sorry, Shabina. To tell him about your trip to ice cream factory with your school. Tell him what did you see and what flavors does the factory make. هتقولي له ايه بقى؟ هتقولي للصديق اللي صديقنا ده ايه؟ هنقول له what did you see؟ ايه اللي انت شفته في الرحله دي في الايس كريم فاكتوري في مصنع الايس كريم؟ And what flavors does the factory make؟ وانك هات اللي بيعملها المصنع. Your name is Omar, your email address is omar@gmail.com, your friend's email is hisham@gmail.com. ممكن تطلعي لي to from subject؟ To مين؟ احنا بنبعت your friend مين؟ هشام. يبقى هنحط المين؟ هشام@gmail.com. برافو. شبنام قالت لي هشام at زي ما هو مكتوب بالسمول يبقى سمول at gmail.com from برافو عمر at gmail.com. subject بنجيبه منين؟ من بعد about. برافو. حولت يور لماي. فنانة يا جماعة. my trip to ice cream factory. رحلتي لice cream factory with my school. يلا هنكتب بقى الايميل مع بعض كده. نفتكر كويس احنا كنا بنقول ايه في بداية الايميل. yes dear عزيزي هشام. عشان انا بكتب ليه هشام. dear هشام واعمل له comma واكتب من تحت الكم. هقول له بقى ايه؟ برافو عليكي. I'm very glad. انا سعيد جدا. To write to you. برافو. انا سعيد ان انا بكتب لك. How are you and your family? ازيك وازاي اسرتك. How are you and your family? I hope you are fine. أتمنى تكونوا بخير. I hope you're fine. بس يلا. يلا نبدأ بقى نكتب له اللي هو عايزنا نكتبه. قول لي كده أول جملة. قول لي كده هو بيقول قول للتريب رحلة. يبقى أول حاجة في الرحلة قلنا نقول إيه؟ رحنا إزاي؟ ورحنا مع مين؟ ورحنا إمتى؟ يلا قول لي رحنا إمتى؟ هتقول إيه بقى؟ أنا ذهبت إلى رحلة. I went بص on a trip. دي بقى اسمها أنا رحت في رحلة. ناخد بالنا trip بنقولها كده. I went on a trip يعني أنا رحت في رحلة. احفظها كويس. With my school رحت رحلة مع مدرستي. Last week الأسبوع الماضي. يبقى اسمها on a trip. حلو. رحت مع مين يا نجم؟ I went there. رحت هناك. With my school. رحت مع مدرستي لأنه هو قال لي كده. رحنا بالأتوبيس يبقى أقول إيه؟ We went there. By bus. حمزة. قول لي شفت إيه في الفاكتوري؟ رحنا فين الاول كده؟ We went to an ice cream factory. What did you see there? We saw ice عادي we saw او I saw لان احنا كتير. ها we saw ice cream machine.
الله. We saw some ice cream machines. يعني ايه بقى ice cream machines؟ يعني شفنا ماكينات لصنع الايس كريم. حد يقول لي بقى احنا شفنا الناس بيشتغلوا هنا. شفنا ايه؟ we saw workers. we saw the workers there. احنا شفنا العمال هنا. عارف بقى الشاطر يحفظ الكلمة دي. we saw the ice cream ingredients. يعني شفنا المكونات. we saw the ice cream ingredients. الشاطر يعرف. شفنا مكونات الايس كريم. ingredients. we saw the ice cream ingredients. اوكي. طيب نبدا بقى نقول ايه، نوصف المصنع بقى ان هو كبير. اقول ان المصنع كبير ازاي يا مين؟ The factory is big. عايزين نقول ان هو نظيف كمان. It's clean too. It's clean too. It was big and clean. بكتر الجمل. يعني ايه؟ دايما لما يبقى في حاجتين قول دي في جملة ودي في جملة عشان تكتر جملك، فاهمني؟ طيب بقى عايزين اقول ان احنا استمتعنا بوقتنا هناك بقى. We had a nice time there. تمام. ده الايميل. نبدا بقى من الاول تاني خالص. ولا رودي؟ يلا رودي. Do you like ice cream؟ رودي يا عيني متفرهده النهارده من الدروس. Do you like ice cream؟ يلا جميل. I had انا طفحت كام؟ two slices شريحتين of roast beef. نرجع من الاول تاني ليوسف. انا هعمل حروف بس ما تعملش كده في الامتحان. ها يوسف. punctuation الاتش بتاعت هدى. It starts with H capital and ends in full stop. هدى had a piece of chocolate cake. اياد. What flavors are Hassan's favorites? ال H بتاعت حسن والابوستروفي بس كده. اوكي؟ جايبين لك اسم جدك اهو. صح؟ عارفينك الظاهر يعني. يلا حق مينا قول لي يا نجم. مينا. هاي سامي. هلو علي. هاف ا سيت. ثانكس. واتس ذا ويذر لايك توداي؟ ال اي كي اي. حبيبي مينا ده يا جماعه محترم وما بيعملش مشاكل، هو ابني خالص وحمزه. اتس واتس ذا ويذر لايك توداي؟ اتس هوت. لا اتس كولد. سي او ال دي. Wow, do you think it's going to rain? Yes. Maybe it's getting cloudy. Only getting. مين؟ أكرم؟ محمد جمال ما جاش ولا إيه؟ Getting. أو getting. أدي get. حط ING. في كمان T. وبعدين ING. It's getting cloudy. خلي بالك منها دي. We go to the cinema. يا اللي عليك الدور عاطف. Twice a month. بنروح مرتين في الشهر. بص مينا ما بيعملش مشاكل خالص هو حمزه وابني. I usually space to school. بص بقى اللي هيعطلنا يبقى فاشل. يلا بينا. I usually walk to school. ها معاذ. She her grandfather last weekend visited. اياد. We space go to school on Friday. It's holiday.
حبيبي نيفر عمرنا ما بنروح في الاجازه. يلا عبد الملك. I take space once a day. ميديسين باخد دواء مره في اليوم. عمر do the laundry by قبليها I hardly ever space a week. Wear a wig, bravo. مينا do the laundry by. قلنا يبقى في امر في الاول يبقى by me. Yourself يعني اغسل الغسيل بنفسك. امال دي ايه معناها؟ ايه ان انت ما تفهمش ولا معناها ان انت شاطر؟ دي ما شفتهاش. يلا يا ايه I'm going to the as I have a toothache. Dentist عشان عندي ألم في اسنان. هل بقي أحد في الذكور؟ يلا اتفضلي يا فروحة. Serious يعني ايه serious؟ خطير أو جاد. Patient. Patient يعني صبور أو مريض. Crazy. Friend. طلعي مين؟ Friend عشان هما صفات كلهم adjectives. عايزين adjective. Hot. براف. بس ازاي انت مش عارفة كلمة patient؟ علينا في اخر unit. My mom tells me to be patient. لما جت crazy كانت her brother is a pest. لما كان اخوها شخص ايه؟ مزعج. قالت my mom tells me to be patient. امي تخبرني ان اكون صبورة. It's not fair. هذا ليس عدلا. اوكي. يلا. Train. يا جنة. Train يعني ايه؟ قطار. House. بس. Plane. Yes. نطلع house عشان كلهم means of transportation. وسائل مواصلات. يلا نحط. Car. عسل. يلا بوس. فنانة. speech عشان ده noun وهم verbs. ديني verb. play. أهل حاجة السهولة دي. water, bread, coffee, juice. bread. كلهم liquids يبقى نحط liquids زيهم. tea. براف. park, restaurant, citadel, autograph. ده مين رودي؟ autograph. براف عشان كلهم places. zoo جميلة أو احب السهولة انا كده. انت لو عملت لي كلمة من مليون حرف وغلطت في حرف يبقى زو احسن منه. هعمل لكم كاش بوكس والله. طيب خدوا ده هومورك. وعايز افيزيت تو ا فيلم ستوديو دي تتعمل حلو. رتبي يا جنى. يلا جوج. ويل يو go to the supermarket. هل انت هتروح السوبر ماركت؟ برافو يا جانا. يلا بينا رماس. he reads. oh he reads the newspaper. يعني هو بيقرا الجريدة. امتى؟ كم مرة؟ once a day. مرة في اليوم. يلا هنا يلا بينا يا أمولة. الأبوستروفي بتاعت عيد فول ستوب. برافو. do you ever wear a wig هدى؟ كما قبل هدى. برافو عشان بننده عليها. برافو عليك. والاتش بتاعت هدى شاطره جدا يا شبنان. برافو. لما نقول يا هدى يبقى كما. هيبقى عندك بقى داي 1 ده هتخلصهولي. تقراه كويس جدا. وعايز الريدنج بتاعه يتبعت على الجروب. اللي مش هيبعته يبقى ما عملش الهوم ورك. يعني صفحه 8 دي تقراها لي عشان اصححها لك. مش عايز ولا واحد ما يبعتش لا فويس يا فيديو. انت حر. ادي حاجة اللي هما صفحة كام وكام 8 and 9 تقرا لي دول كلهم.
وبعدين الكلمات دي تقراها كويس بقى. ادي داي 1، انا كده خلصت داي 1، ودي الكلمات دي ريدن برضو تقراها لي، هقراها انا مره سريعه. اكسيدنت، خلي بالك احنا لسه ما خلصناش، وهسال انا خلي بالك اسئله في الكاش بوكس. اكسيدنت، اكتر، اكترس، ادريس، ادلت، ادفنتشر، ابل باي، اتنشن، اوتوغراف، بيك بوتيتو، بيكر، بيكري، باربر، باربر شوب، بيتش، بي باك، بيتر، بوكس ستور، بورد، بذر، بول، bridge, ring, building, cafe, can, careful, check out, chef, ما اسمهاش chef، هي chef كأنها SH، chef, cherry, chocolate, chop, churn, cloudy, coffee, cone, cool, coast, crazy, customer, daily, dear, degree, delicious, dentist, dessert, dinner, do bitter, do the laundry, downtown, each, the Egyptian museum. Day one on Erafi, telephony, a museum. Good morning, the Egyptian Museum. How can I help you? Hi, what are your hours? We're open from 9 to 7. Are you open on Fridays? Yes, we're open daily. How much does it cost to get in? It's £2 for Egyptians and £20 for foreigners. Children under 5 are free. Does that include the mummy rooms? No, it doesn't. Thanks for your help. You're welcome. Have a nice day. Hello, are you ready to order? I think so. I'll have a steak. Rare, medium, or well done? Medium, please. And a baked potato. How about a salad? Sounds good. What's today's special? Spaghetti and meatballs. Good. I'm in the mood for spaghetti. I'll have that. Here you are. Thanks. It looks delicious. يا جماعة اللي هيفوز في المسابقة بتاعت الريدنج دي 50 جنيه، والله العظيم اللي مثلي ده تختاره احسن فيديو، والله لا يكسب، والله ما انا مديله 50 جنيه. ما هي هتشوف على الجروب، هي اللي هتسمع معايا. Here you are. Thanks. It looks delicious. Good morning. Can I help you? Yes, please. What kinds of pies do you have today? We have lemon, peach and apple. Do you have any cherry pies? Sorry, we're out of cherry. But the apple pies are very nice. How much are they? They're £10 each. Oh, that's too expensive. How much are the peach pies? They're £5 each. Okay, I'll take one. Great, I'll get a fresh pie for you. Hello? Hello, may I speak to Ahmed, please? He's not in right now. What time will he be back? I'm sorry, I don't know. Can you take a message? Sure. Who's calling? This is Salwa Kamen. I'm going to be late for lunch today. I'll see him at 1. Got it. What's your number? 3555-1839. Okay, I'll give him your message. Thanks, you're welcome. Hi, Mr. Sammy. Hello, Kamal. Have a seat. Thanks. Oh, it's cold today. That's right. It's 23 degrees. Wow. Do you think it's going to rain? Maybe. It's getting cloudy. So, how's your family, Kamal? They're fine. But my sister has the flu. I'm sorry to hear that. It's not serious. She's doing better today. Good. Look. It's starting to rain. I'd better go home. Take care, Kamal. Bye, Mr. Sam.
اولا الفايز الاول 50 جنيه وشهادة التقدير وفيديو على اليوتيوب. الثاني 30 جنيه فيديو على اليوتيوب. خليها 40 عشان خطر. الثالث 30، الرابع 20، الخامس 10، السادس هاخد على قفاه. Thanks and when we finish we always say goodbye.